اهلا وسهلا بكم متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب على عمل اكسور سلاش اكسور ليد. ان شاء الله النهارده هنتعلم عمل ديكور الشموع اللي تقدري تعمليه في بيتك بكل بساطه وسهوله، وكمان هيضيف لمسه جميله جدا لبيتك، وتقدري تزيني بيها الركنه، تقدري تعملي بيها جو جميل جدا للبيت. هنعمل اكتر من شكل في الفيديو ده. اول من الاشكال اللي هنعملها هنحتاج فيها الملح، وهنحتاج اللاصق السائل زي ما اتعلمنا الطريقة ديت او النوعية دي من الاعمال في الفيديو السابق في الخاتم. بعد كده هنحط المونيكير، طبعا اللون اللي تحبيه. طبعا ممكن نستبدل اللاصق السائل بإيبوكسي، الأنبوبتين الشفافين، وبنقلبهم في بعض، وبعد كده بنحطهم على الملح زي ما حطينا اللاصق السائل. طبعا ناخد بالنا بعد المونوكير اللي احنا حطناه ده غامق شوية، هو بيفتح معانا لما بنقلبه على الملح وبنقلبه على اللاصق، فبيفتح معانا اللون شوية بالشكل ده. نمزجه كويس جدا وبنسيبه حوالي 10 دقايق يتمزجوا مع بعض. بعد كده بنحطه في القالب اللي هنعمله او في الشكل اللي احنا هنعمله ان شاء الله. تابعوا معي ونشوف الشكل ازاي هنعمله بالشكل ده. نقلب كويس جدا عشان يتمزج اللاصق مع الملح مع المونيكير. طبعا الملح زي ما نعرف كلنا دايما يقولوا بيمنع الطاقة السلبية في البيت، فهيبقى دي ميزة حلوة للديكور بتاعنا. بعد كده هنجيب شكل قلب زي ما شايفين كده، ممكن نرسم قلب على ورق مقوى على اي ورق قوي شوية، وبعد كده بنلزق عليه الشمع ده بتشتريه من عند بتوع الخردوات او من المكتبات. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده مسك شوية اللصق معنا والملح والمكونات اللي احنا عملناها، بنحطها جنب الشمعة علشان نعمل شكل قلب بالشكل ده، ونكمل الشكل كله بالطريقة دي. هنبدأ في الشكل التاني. هنجيب عجينة السيراميك وهنبدأ نشكلها على شكل وردة، وهنحط الشمعة في النص بالشكل ده. نبدأ نعمل بتلة وبنمسكها في الشمعة، طبعا نعمل لها قاعدة للوردة بالشكل ده، ونبدأ نضع البدلات جنب بعضها نرصهم بالشكل ده انتوا شايفينه ده. طبعا عجينة السيراميك للي ما يعرفش ادواتها او طريقتها احنا عملناها قبل كده في فيديو الخروف شون، هتلاقوا فيها ازاي تتعاملي مع العجينة بعد ما تعمليها، وايه هي الادوات اللي هتحتاجيها وانت بتعملي العجينة، وايه هي مكوناتها. كل ده هتلاقوه في فيديو الخروف شون، هحطه لكم في صندوق الوصف للي عاوز يتعلم طريقة العجينة. ونكمل مع بعض الوردة، نشكل بتلة ورا بتلة وبنحطهم في الوردة بالشكل اللي شايفينه ده، وبنشكلهم وفي نص البتلة عشان يديها شكل طبيعي اكتر. ممكن نقرص الجزء ده الجزء اللي في النص من البدلة، ان شاء الله يكون واضح معاكم في الصورة. بالشكل ده وبنسيب الاشكال تنشف ليوم كامل. بعد كده بنجيب اسطوانتين وبنقص عليهم ورق الفوم باللون بتاعهم. انا هنا عملت باللون البينك، بعد كده بنلزقهم بالشمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الاسطوانات بتاعتنا.
نمسكهم كويس جدا. بعد كده بنجيب عندنا ازازة عطر وبنشيل الجزء العلوي بأي أداة تقدري تشيلي بيها، ممكن قصافة، قصافة الاكسسوار. بعد كده بنلزقها بالشمع زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو ما عندكيش ازازة عطر ممكن نستبدلها برول المناديل ونغلفها بالفوم او اي شكل دائري عندك تقدري تلزقيه وتحط عليه فوم بالشكل ده.